مرحبا بكم في ندوة سيدي مرهنتونا. أنا محمد حداد من منظمة بر الأمان. اليوم باش نقدم لكم مداخلة فيما يخص الدين العمومي والخارطة والكارتوغرافي تاع الدين العمومي التونسي. نحب نشكر قبل كل شيء المنظمين اللي هما منظمة البوصلة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اللي استدعوني، وتكون هذه فرصة سعيدة ليا باش أنه نكون معاكم، رغم اللي فيزيك ما مانيش معاكم خاطرني حاليا موجود في الولايات المتحدة في مدينة بوسطن، وين قاعد نقرأ في جامعة هارفارد كينيدي سكول في ماستر اوف بابليك ادمنستريشن، وبعد 10 سنين في الصحافة. ممكن بعض منكم قابلتكم وقعدت معكم والعديد من الأصدقاء متأكد موجودين في السالة. بعد 10 سنين في الصحافة كمراسل وسائل إعلام أجنبية منهم لو موند، رويترز، أجنس فرانس بريس، كانت فرصة سنة باش نرجع لنقرأ ونزيد نكتشف العديد من الأشياء. ولكن هذا مش موضوعنا اليوم. موضوعنا اليوم في يزي مرهنتونا هو الدين العمومي التونسي. اللي تشوفوا فيه في الإكران تقرير كارتوغرافي دادات بوليك اكستيريور تونسيان، اللي كان الشرف باش نخدم عليه عديد من الأشهر، كل واحد وكيفاش استثمر الكوفيد نتاعو. هنا عديته في لي تابلو اكسل والتقارير نتاع الاف ام اي، البنك مونديال، وزارة المالية، وبنك سنترال، بلان دونتروتيان تري انتريسون. وكان التقرير هذا هو الثمرة نتاع الخدمة هذيا، وباش نقدم لكم بعض اللمحات بخصوص باش نتحدث عليه التقرير. ولكن الهدف من التقديم هذيا انه تكون عندنا فكرة اولا على غراند خلينا لي غراند توندونس في الدين العمومي التونسي، با نيسيسيرمون دي شيفر اللي مازالوا كيخرجوا مازالوا سخان، لا لا، تكون عندنا فكره على التطور والتوجه. و نقترح عليكم نختصوا مع بعضنا في السلايد لو اللي يبدا بسؤال: شنو هو الدين السيادي؟ أحيانا نسمع العديد من العباد يقولوا لك اوكي، الدوله لازمها تتصرف في الديون نتاعها، تقولش عليها عائله والا شركه. معناها لازم تكون ديما ثم توازن في الفلوس الداخله والفلوس الخارجه. وان فات لو فات انه الدوله تبدا عندها عجز او تبدا عندها فلوس ناقصه ولا كامله العام ماهيش على كيليبر ولا ماهيش يعني مفضله فلوس، هذا شيء ماهوش ايجابي بالكل. مثال بسيط جدا، الصين عندها 3 تريليون دولار من لي ريزيرف تاع الديفيز، رغم ذلك الصين عندها دي سنتين دو مليار دو ديت سوفرين. هذا مش موضوعنا اليوم، ولكن يخلينا النقطة هذه نخمم في علاش الدين العمومي والدين تاع الدولة يظهر تقوش عليه حاجة سلبية. ألوغ هو سان با الكا. إذا كان أنت كشخص ولا كشركة ما تخلصش ديونك تشد الحبس، كدولة ما تشدش الحبس، وبالعكس كدولة تنجم تتحكم في الدين العمومي بتاعك. سؤال: اسكو ديون الكل كيف كيف؟ بالطبيعة الإجابة لا. ولهنا تنجم تشوفوا جزء من التقرير اللي قمت به، اللي هو ديزون ان اكستري فيه اون تيبولوجي المستعملة في وزارة المالية التونسية نتاع الدين العمومي. بطبيعة الحال حسب ديفيرونت نورم كونتابل ولا ديفيرونت نورم فينانسيير، ثم دوطخ فاسون دو بريزونتي دو فير اون تيبولوجي، يعني تصنيف للدين العمومي. ولكن في تونس لي غراند كاتيغوري قراب برشا، يعني المودل انترناسيونال الموجود نوتامون عند الاف ام اي. ولهنا الدين العمومي الداخلي اللي هو عند لي ريزيدون الكل كلكو سوا الديفيز نتاعهم، باغ ريزيدون نقصدو اشخاص، بنوك، شركات، منظمات، مؤسسات عموميه الى اخره، ومهما كانت الديفيز. وباغ دي بوبليك اكستيريور نقصدو بها الديون اللي عند لي نون ريزيدون الغير المقيمين. ولهنا هذا مهم برشا، الاكستيريور والانتيريور ماهوش حسب الجنسيه ولكن حسب الاقامه في البلاد هذه. ثم ثلاثة أنواع نتاع دين عمومي خارجي هو باش نركز عليه اليوم: متعدد الأطراف أو ميتيلاترال، بيلاترال ذو طرفين، و لا ديت سور لي مارشي فينانسيير والأسواق المالية. كل واحدة وعندها لي زافونتاج ولي زانكونفينيون نتاعها. ودون كل مش كيف كيف، معناها مش كل مدور كعك. الميتيلاترال مثلا يمثل الشطر
أو كيف ما قلت لكم من الأول باش نحكيو على لي غران توندونس. الملتيلاترال تمثل 50% من الدين العمومي الخارجي نتاعنا، أونكور أون فوا سي سون دي غران توندونس. البيلاترال البيلاترال هي تمثل كان 15%. هنا صارت جوست إشكالية صغيرة، لي دو غرافيك اللي في الوسط واللي على اليمين حقهم انفيرسي، مي سي با غراف. دونك والمارشي فينانسيي تمثل ان تيار تقريبا 35%. باهي، شوفوا في لي كومنتير تحت لي ديفيرون تيب فرين لا كروسانس و جينيراتريس دو كروسانس. لهنا ثم دراسة قام بها سي سمير عبد النبي اللي هو أستاذ جامعي وعمل ان ارتيكل سيرتيفيك على الموضوع هذا اللي تنجموا تلقاوه في التقرير. شايف انه لو بروميي تيب دو ديت ملتيلاترال اللي جايين من مؤسسات كيف ما مثلا اف ام اي، كيف ما مؤسسة بنك مونديال، البنك اوروبيان دو ديفلوبمون، لاجنس فرانسيز دو ديفلوبمون، لو فون مونيتير عرب. دونك كل مؤسسات اللي يبداو فيها العديد من المداخلين كسوا دول ولا مؤسسات اخرى. حسب لي كالكول والخدمه نتاعو شايف انهم سي ان فران على كروسانس، و كونتريرمون لي دو اوتر تيب اللي هما المارشي فينانسي بيلاترال اللي هما اقل شروط من الصنف الاول. اللي يخمم بالطبيعه في الاف ام اي ولا يخمم في البنك مونديال ديما يخمم في الشروط اللي يجيو مع الكريديات، ولكن وبالاخص انه تبدا دوله، خلينا نشوف الصورة، يعني الدولة الوحيدة تحكي مع الاف ام اي معناها تحكي مع مجموعة فيها من أكثر من 100 دولة وفيها سيغتين ريبارتيسيون دو بوفوار، وين الولايات المتحدة والجي 7 أون جينيرال عندهم كلمتهم. ألوغ كي تبدا مثلا أنت في البيلاتيرال ذو الطرفين، ديزون فما عندك مارج دو مانوفر أكبر باش تتناقش مع الطرف اللي قاعد من الجهة الأخرى. بالنسبة لمارشي فينانسي اللي يمثلوا 35% اون جينيرال الدين العمومي الخارجي نتاعنا، القاعده نتاعهم سهله. اذا كان سلفوك راهم سلفوك على حسب تقديرهم للخطر، المخاطر اللي انت تمثلهم في عدم تسديد الديون نتاعك. معناها تونس اليوم ما عادش تخرج دوبي دوزون للمارشي فينانسي، علاش؟ خاطر التكلفه كبيره برشا وهي ما تنجمش تتحملها. ولكن الشرط الوحيد مع المارشي فينانسي سهل، لازمك جوست تراجع، وكان ما تراجعش يا ويلي التعقيدات تبدا الغادي. ونجم نزيدو نتعمقوا فيه الموضوع هذا، وجو سوي سيغ باش تعرضوا له لي ريسك نتاع لي ديفو على لي مارشي فينانسي، نوتامون لي فون فوتور. جو سوي سيغ باش نتعرضوا له في النهارين هذو. كل مطور ماهوش كاك يصلح زادا في النقطة باش نفهموا نقطة أخرى اللي تظهر لي أنا مهمة برشا واللي نحب اليوم نشارككم فيها. كيف ما قلنا من بكري أن الدين العمومي نتاع الدولة ماهوش دين نتاع عائلة ولا نتاع شركة، الدين العمومي نتاع المؤسسات متعددة الأطراف والمتلاتيرال ماهوش نسيسيرمون الكل مساعدة. رغم اللي في لي كومونيكي بريس وإلا في لي زارتيكل دو بريس اللي نجم نلقاهم عند وسائل الإعلام التونسية تبدا مقدمة كأنها مساعدة. مثلا نجم نشوفوا نعطيكم ان اكزامبل كونكري نتاع الكريدي دي دي ام. البنك افريكان دو ديفلوبمون عطات كريدي نتاع 380 مليون دولار لتونس باش تساعد بيه تطوير لي سوفت سكيلز نتاع العاطلين الشباب عاطل عن العمل. هدف من 380 مليون كان انه باش يوصلوا يشغلوا 200 الف شاب في اخر المطاف. ثم كان بعض المئات اللي حصلوا على خدمة، وهذا يعني انه بعض المئات او الف ميليكيرك يعني من البارتيسيبان للبروجي هذا تحصلوا على خدمة بكلفة 380 مليون دينار مليون دولار. ثم غالية شوية الخدمة كمان. ف قرض من القروضات هذه يتحسب على الأوفيشال ديفلوبمنت ايد ليد والديفلوبمون الاد اوفيسيال والديفلوبمون. مي اسكو سي فريمون اون ايد؟ مش على خاطر اسمها ايد هي نيسيسيرمون تكون مساعده. ف كي نسمعوا احنا مبدا الايد سوفون نخمو في انه ثم شكون باش يساعدك باش يعطيك فلوس وتوصل حكايه الغادي، ولكن غالب لي زيد هما دي كريدي دي بري ا دي تو كونسيسيونير. يقول لك المساعده في اني نقصتك في نسبه الفائده مش في اني عطيتك فلوس ومشيت وخليتك. الريسك لهنا كبير، تشوفوا فيه على اليمين واللوتر انه يوليو عنا
مشاريع ما عندهمش تأثير، مشاريع اللي نتسرعوا باش نصحوا عليهم جست باش نكسب الفلوس نتاعهم من غير ما نخمو في المصلحة نتاع المجموعة أو المصلحة العليا نتاع البلاد أو نتاع المجتمع عموما. فديكو تحولت سو تيب دو كريدي اللي يتقيد على الـ ODA الـ Official Development Aid تحول إلى فكرة كريدي سهل نتاع إذا كان نستحقوا الفلوس هاي خلينا نصحوا على دي بروجي ملتيلاتيرو الفلوس نقاوش شوية دافيز تدخل نجموا نخلصوا بها كريديات أخرين وإلا نشريو بها نسهلوا بها التجارة متاعنا باش نشريو بترول وإلا أشياء أخرى. سي با الكا ولهني الديستانكسيون هذه مهمة برشا لازم نخليوها في بالنا خلي باش نسمعوا كلمة مساعدة يساوي مساعدة نسيسيرمون. في الطريق اللي احنا ماشيين فيه اليوم وين هززنا الواد؟ جاتو لذيع النجم يجاوب على السؤال ولا يعطيكم على الاقل دزير ما بغيتوش. هي ال اوكي صحيح اسمه هو لا ديت اكستيريور نت. نجم نلخصوه في جمله انه قاعدين نتسلفوا اكثر واكثر ولكن قاعد يفلس لنا أقل. وهذا هو المفهوم اللي نقاوه موجود بالجملة بالعربي لوتا اللي هي تعريف نتاع وزارة المالية في تقرير من تقاريرها المرافق للقانون المالية نتاع عام نيول. وتقول اللي لا ديت اكستيريورنات هي موارد اقتراض الجمهورية للسنة معينة ليطرح منها أصل الدين العمومي الذي تم تسديده خلال السنة، بما معناه كريديات اللي خذيتهم سنة نحي منهم الفلوس اللي خلصتهم باش تخلص بهم كريديات اخرين في نفس العام وتشوف شنو يفضل لك. في 2018 وصل لنا 4 مليارات، في 2021 وصل لنا 10 مرات اقل 400 مليون او 0.4 مليار. تقول كيف ظل لنا شويه المفروض يعني احنا متسلفين شويه زيد. لا العكس اللي صار، في 2018 سلفنا 7 مليارات دينار، في 2021 سلفنا اكثر برشا 12 مليار. اسكو الفوليوم توتال نتاع الدين الخارجي نتاعنا نقص شي على الاقل رغم اللي ذكرت لنا شويه ميم با كان 60 مليار الفوليوم توتال ولا 67 مليار. كيف ما تشوفوا التطور ماهوش نيسيسيرمون في الاتجاه الايجابي. نحن هنا نتسائلوا لوين ماشيين، يعني علاش قاعدين ندينوا للدرجه هذيا اليوم؟ وش معناها انه ندينه؟ يعني اذا كان انت تاخذ كريدي في اول لحظه يعني في المرحله الاولى تقول اوكي انا باش ناخذ الكريدي معناها باش نجم نستعمل الفلوس هذوكم باش نخرج بهم بلو فاليو يعني غوتور سور انفستيسمون يكون ايجابي، معناها خذيت كريدي خلصت وظلي منه. بعض الأطراف الأخرى تعتبر أن الكريدي أو فات السوتنابيليتي نتاع الدين العمومي هي وقت اللي يبدأ عندك أسيد دوفيس باش تنجم تخلص الدين العمومي هذاك. وبعض المنظمات الأخرى تعتبر أنه ميم سي ما عندكش فلوس ولكن تنجم تتسلف باش تراجع ديونك فأنت الديت نتاعك تعتبر سوتنابل. شكون هم المنظمات؟ في النقطة الثالثة اللي تتسلف باش تراجع هما لي بنك دافير لي مارشي فينانسيير كونسيدير انه دوله مازالت عندها اندات سوتنابل كان عندها الامكانيه باش تزيد تتسلف باش تخلص ديونها. وبالنسبه للصندوق النقد الدولي هو النقطه الثانيه انه لازم يكون عندك اسيت دوفيس باش تخلص الديون نتاعك. لان ايفيدامون هذاك كما نقولوا سي سيماتيك ماهوش نيسيسيرمون فما ديزيليمون بوكو بلو كومبلكس باش انه تشوف كيفاش لا سوتنابيليتي دو لا ديت يتم الاناليز نتاعها. ولكن سي لي غران توندونس. واحنا كتوانسه اش معناها يكون عندنا دين عمومي سوتنابل؟ بالنسبه لي انا يظهر لي اللي هذا اهم سؤال لازم نخمو فيه على خاطر الديون قاعده تتخذ بسم. اسكو الدوله التونسيه عندها علم بال الفات اللي ماخذين ديسون منحه ماهوش نيسيسيرمون منحه نتاع خلق ثروه؟ اسكو الفات اللي قاعدين احنا ندينو وناخذو في الكارتيو قاعد يعطل فينا ولا يشجع فينا باش انه
نخلق أكثر ثروة. الإجابة الدولة التونسية في الانستيتيوت دي ستود كوانتيتاتيف اللي هو معهد عمومي قالتها الروحة، ولكن ما ظنش سمعتها بالكثير في تقرير اللي مذكور قدامكم جزء منه جملة منه قام به وليد المنسي في 2013 ديسمبر 2013، تحدث على مبدأ لو تو دونديتمون اوبتيمال. شنو هي الفكرة من تو دونديتمون اوبتيمال؟ الفكرة منه انه الديت مومون تنجم ثم ان كورب ان او اللي الكورب هذه في شطرها الاول كل ما تزيد تاخذ دين كل ما تزيد تشجع للكروسانس، ولكن كي تفوت تشترك البوان هذاك الفوقاني تولي الديت الغالونتي لا كروسانس. ف 2013 كان سو بوان اوبتيمال هذايا دو دونديتمون كان ا 48% دو بي اي بي، الوغ كو احنا من وقتها القانون المالي اللي حضروا فيه كانت نسبة التدين نتاعو أكثر من هالماكسيموم هذايا. احنا اليوم تقريبا نحصل في 90% هذا من غير احتساب الديون اللي الدولة ضامنة فيها، الدولة التونسية ضامنة فيها. وجيت نحكيو على لا ديت دو غوفرنمون سنترال فيها 90 واش. اسكو هذا قاعد يشجع باش انه نخلقوا ثروة حسب الانستيتيوت دي ستود كوانتيتاتيف؟ لا، بالعكس قاعدين نتفقروا باش نجموا نخلصوا الديون نتاعنا. باش نتعداو صلب الموضوع نتاع جو باس النهارين هذوما اللي هو الكريدي الكبير اللي باش تتناقش فيه تونس اليوم مع صندوق النقد الدولي. نبداو نشوفوا بالكولون بالكولون مع بعضنا. ان كاتريم بري هذا حسب رأيي يمثل او موان اون انديكاسيون انه ثم ان اشيك نتاع نو سولمون بوتيتر الاف ام اي مي اوسي نتاع الدوله التونسيه، بيسكو في تقريبا 10 سنين ثلاثه كريديات ثلاثه بروغرامات ديجا تعملوا ما عطاوش الثمار نتاعهم اللي كان منتظرين من عند الاف ام اي، ونجموا نتاكد اللي باش نتناقشوا في الموضوع هذايا في هالنهارين، والا يعتبر ان اشيك نتاع الدوله التونسيه، والا يعتبر ان اشيك نتاع الزوز، على خاطر اربع كريديات باش انه المنظمه اللي المفروض تسهر على توازن ميزان الدفعات نتاع الدول اللي مابغ فيها، واربع بروجرامات ما وصلناش للهدف هذا، دونك ثم مشكله اما في المنظمه اما في البلاد ولا في ليزوتي اللي قاعدين نستعملوا فيها. لان من المشاكل اللي نجم نشوفوهم ونتعداو للكولون الثانيه، في 2016 اكبر برنامج مع الاف ام اي في تونس كان ثم من لي كونديسيون ديفالواسيون تاع الدينار التونسي. الفكره منه انه الاكسبور باش يزيدوا، الدوفيز باش يزيدوا، والناتج القومي الخام باش يزيد. من هذا الكل طلع غلط. الحاجه الوحيده اللي صارت انه الدينار فقد قيمته، والبنوك والاف ام اي نفسه يقول لك انه لا ديفالواسيون دو دينار اوغمونتي لا ديت ميم با ارتيفيسيلمون، vu que الدينار فقد قيمته بارابول لي دوفيز اللي احنا عندنا ديون فيها، دونك الديون نتاعنا بالدينار طلعوا ب 60% دو تيير. نتعداو للكولون الفارسة، وهذه الطرفة ما ضحكش برشا، لأنه نجمو نتسألو علاش ناخذوا في كريدي رابع كي احنا مازلنا قاعدين نرجعوا في الفلوس الاف ام اي. في 2021 كان بجيتيزي 260 مليون دولار اللي يلزمنا نرجعوهم للاف ام اي اللي سلفهمنا في العوام الاخرى. يعني نجم نتسألوا علاش قاعد تزيد تسلف فيا كان انا باش نرجع لك، كان انت تحب انتر كيمي تساعدني يا خويا نقص لي من الباسيف نتاعي اللي عندك هكاكا ما تزيدش تثقل المديونيه نتاعي، وبالعكس نزيد تنقص منها وما نزيدش ناخذ كريدي من عندك. هذه كي نخاموا فيها مثلا في كونتكست فيسكال نتاع انه دوله باش تساند شركات او اشخاص، نجمو نشوفوا طريقتين، يا اما الدوله تعطي الفلوس والا الدوله تنقص لي زابو. علاش ما نجموش نخاموا فيها dans un contexte de dette souveraine؟ ده سؤال نطرحه، انا متاكد انه النقاش باش يكون شيق برشا.
ماذا بينا نقعدوا نتواصلوا مع بعضنا باش نتحدثوا في الموضوع هذايا، تنجموا تلقاو الكمبيوتر نتاعي في أول صفحة والباش فيسبوك واللينكدين. مرة أخرى نحب نعاود نشكر المنظمين نتاع الندوة هذه، إن شاء الله هالأسئلة هذوما ساهموا في أنكم تنظروا للدين العمومي والدين السيادي من زاوية مختلفة أو جديدة. نشكركم مرة أخرى.